الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أتم المؤمنين اصطفى وعلى رأس حبيبنا المصطفى. أما بعد، السيد الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى محترم، السيد المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية، السادة رؤساء المجالس العلمية للجهة، السادة المندوبون الإقليميون للجهة، السادة العلماء المؤطرون، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نهنئ أخانا الفاضل دكتور سعيد شبار الذي عينه مولانا أمير المؤمنين كاتبا عاما بالمجلس العلمي الأعلى، وهي مخرة للجهة، وهي أيضا تتويج لاجتهاد الرجل وإبداعه في البحث العلمي وفي خدمة الشأن الديني على الصعيد الوطني. وبالمناسبة أخبر السادة الأفاضل بأنه في إطار العناية المولوية السامية وفي إطار هذه الخصيصة المغربية المتميزة التي يتعاضد فيها السلطان مع القرآن، فقد تفضل مولانا أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه بتعيين الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى ومديرين لمديريتين، مديرية التبليغ ومديرية العلاقات، كما تفضل حفظه الله تعالى بتعيين رؤساء المجالس العلمية الجهوية بمختلف جهات المملكة الشريفة. وهذا أمر يدعو على أن نحمد الله تعالى على هذا التميز وعلى هذه الفرادة التي تتميز بها بلاد إمارة المؤمنين التي تسوس الدنيا وتحرص الدين لتحقيق ذلك الذي أراده الله تعالى في سبيل عمارة الأرض وفي تحقيق الاستخلاف. فنسأل الله تعالى أن يحفظ مولانا أمير المؤمنين وأن يكلأه بعينه التي لا تنام. نسأل الله تعالى أن يديم على هذا البلد الأمين نعمة الأمن والاستقرار. ونحن لنا كذلك أن نفخر بأن يكون أول نشاط للسيد الكاتب العام بالجهة، وهذه أيضا من الأمور التي لم يرتب لها وإنما جاءت هكذا من الموافقات الربانية. فسأل الله تعالى لنا ولكم العون والرشاد والتوفيق والسداد. يأتي هذا النشاط ضمن الأنشطة التي دأبت جهة بنين الله نفرا على تنظيمها، أقصد على صعيد المجالس العلمية، وذلك من أجل مواصلة التسويق وكذلك التمرين بما به نؤدي مهمتي الحراسة والتنمية. أنتم تعلمون على أن أئمة المساجد هم الحراس الحقيقيون للقيم والثوابت التي اختارها أجدادنا منذ غابر الأزمان. والإمام وهو يحرص هذه الثوابت فإنه يحفظ للأمة قيمها وتاريخها واختياراتها. وهذه المرحلة التي قطعناها مكنت ولله الحمد من أن يتحقق أمر حيادية المساجد وأن يعيش الناس ولله الحمد في أمن ووئام في الوقت الذي نرى فيه أقطار أخرى تعاني مما تعانيه. لكن الأمر لا ينبغي أن يقتصر على هذا الأمر فقط، وإنما ينبغي أن تتواصل الجهود ليسهم الأئمة ويسهم الشأن الديني بشكل عام في المشروع الإصلاحي الذي يقوده أمير المؤمنين. وهكذا يأتي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى من أجل تعزيز الفهم وتفعيل الرؤية بما به إن شاء الله تعالى يتحقق المقصود. نبدأ إن شاء الله تعالى بالجلسة الافتتاحية بكلمة السيد رئيس مجلس العلمي المحلي بأزيلال التي ستكون كلمة ترحيبية، فليتفضل مشكورا إن شاء الله.